مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج من بيروت. معي انا فابيان عون. رح نبلش حلقتنا لليوم بالحديث عن مسلسل خيبه امل يلي تصور من ايام كثير قليله بلبنان ضمن اجراءات احترازيه اتخذت ضد فيروس الكورونا. وياتي هذا المسلسل ب 30 حلقه ضمن اطار بوليسي ودراما مشتركه لبناني سوري ومصري، اذ بنشوف انه بتدور الاحداث حول عمليه تهريب الاثار، وبيعمد عدد من الضباط من جنسيات مختلفه لاعادتها لدولها. برنامج من بيروت كان حاضر خلال كواليس تصوير هذا العمل، فتعوا معنا حتى نشوف بداية الممثل السوري طلال مرديني شو خبرنا عن دوره. عم جسد شخصية إياد الديب، ضابط سوري بتصير قصة بسوريا، فبينتقل للبنان بمهمة رسمية من السلطات السورية والتعاون مع السلطات اللبنانية، يلي عم يلعب دوره صديقي كارلوس عزار اللي هو الضابط اللبناني يلي بتولى القضية، ومنصير نعرف انه في اشخاص مصريين كمان متورطين بالموضوع، فبيستعين الضابط اللبناني بضابط مصري، فبتصير المهمة موكلة هدول ثلاث ضباط. اما كارلوس عزار فهيك قال. مسلسل هو من 30 حلقة، مسلسل عربي، يعني في نجوم من مصر، في نجوم من سوريا. بيحكي عن قصة ثلاث ضباط لبناني وسوري ومصري عم بيحققوا تحت إذا بدك إدارة الضابط اللبناني اللي هو أنا، بموضوع له علاقة بتهريب الأثار. وأكيد يعني في جوانب عاطفية، قصص عاطفية، في كتير مفرع المسلسل يعني. وطبعا كفينا جولتنا، وكان لنا لقاء مع عدد من الممثلين المشاركين بهذا المسلسل، فشوفوا بهذا التقرير شو خبرونا عن ادوارهم. اول دور تمثيلي فعلي، دور هالقد حجمه كبير بمسلسل هالقد شغل فيه عم بيكون كتير حلو مع ابطال هالقد هن نجوم. ما فيني كتير خبرك عن شخصيتي، استاذ إلي برباري مخرج العمل مانعني منعا باتا، اكيد لانه بس تحضر المسلسل رح تفهموا ليش. شخصيتي اسمها مريم، هي عم بتحضر رسالة الدكتوراه بإيطاليا، دارسة تاريخ حضارات وعلم الآثار، ومن خلال شغلها وخبرتها هي بتجي على لبنان وبتعرف كتير أشخاص من مستوى رفيع إذا بدك، وهون بتبلش القصص والحكايات. أنا كتير مبسوط لأنه الأبطال المشاركين هن أول شيء نحن أصحاب من زمان، فبتكون العلاقة على الكاميرا different، يعني بتشوفيها بغير طريقة. أنا وكارلوس لنا شغلين كتير أعمال غير، وهيدا الدور تحديدا كابان أرب هو كتير موضوعي إذا بدك ومنطقي أكتر، لأنه العلاقة بالنص موجودة أنه هول ثلاثة ضباط بالشرطة، كل واحد من بلد، واحد من مصر، واحد من لبنان، واحد من سوريا، سو النص مكتوب منيح، العلاقة بين ثلاث بلدان منيحة، وهي مقتبسة أساسا بتحكي عن سرقة أثار بين سوريا وبين لبنان. وأنا حدا مهووس بأمل بجنون، بكون ابن عمها، فكل المحور القصة بيكون انه ما بده اياها يشوفها مع حدا تاني، فرح يكون شوي فيلن الدور، شوي ثقيل، تجربة جديدة لانه ضفنا شوي قصص على الكاركتر اول مرة لإلي، ان شاء الله بتكون منيحة وبتوصل للشاشة بطريقة لذيذة السلسة يتقبلها المشاهد. وبختم حديثنا التقينا بالمنتج والمخرج إلي برباري، فسألناه عدة اسئلة وهيك كانت اجاباته. كل التلفزيونات، كل المسلسلات اللي عم تنعرض على التلفزيون عم بيحطوا فيها خليط عربي كامل بانراب كرمال هون الفيورز، بس عم بيوقعوا بفخ انه مش معقول يكون في خي لبناني اخته مصريه، خيون او ابن عم سوري. فعليا اذا بدنا نجي نكتشف نحن دول كانها بدوله وحده بتصير، بس منا كثير منطقيه للفيورز للمشاهدين. مشان هيك وقت الجنرال عبيد كتب المسلسل كان هو كاتبه على اساس يكون في ضابط مصري، ضابط لبناني، ضابط سوري. الاثارات بتنوجد بسوريا بتهتم فيها
الدولة السورية، بيهربها ممول لبناني ورجل أعمال على لبنان، تيجي بعدها تستلم هيدي الأثارات منظمة رئيستها مصرية. مشان هيك صار في ضابط مصري، ضابط لبناني، ضابط سوري، ما في خليط بس كرمال الخليط، في خليط كرمال الدراما تبقى ماشي مزبوطة. اليوم مثل ما ملاحظين إنه الممثلات عندكم كان في منهم عن بداياتهم أو أدوارهم تمثيلية قليلة، اليوم ما كان عندكم شوية تخوف إنه أنتم ما استعنتوا بممثلات يمكن صف أول أو معروفين أكثر؟ اللي كانوا صف أول ما كان عندهم بدايات، كيف صاروا صف أول؟ في ثقة بالممثل اللي عم بيمثل قدامك، وفي ثقة بالنص، وفي ثقة بالمخرج، مش عم بحكي عن حالي، بس المخرج هو اللي بيسوق كل الممثلين ليحطهم دراميا بالمحل المضبوط. يعني اليوم حيلا ممثل إذا كان عنده هو مينيمم نولج بالتمثيل أكيد بده يكون في ممثل عظيم قدامك، يعني ما في ممثل خلق صف أول، كل الممثلين بلشوا بداياتهم لصاروا صف أول، كلهم لازم ياخذوا محلاتهم بالمسلسلات. وبعدين اليوم الترند تبع كل المسلسلات ما بقى في نجم بيبيع مسلسل او ما في نجمه بتبيع مسلسل، في مسلسل كامل. اليوم المشاهد ما نفهم شغله، المشاهد معش عمره مثل سنه السبعين عم بيشوف شخصيه بيشوفها مره واحده على التلفزيون، اليوم كل العالم صاروا بيشوفوا كل الممثلين كل يوم على السوشيال ميديا، يعني معش الممثل هو الاساس، ظهور الممثل المشهور معش اساس بالمسلسلات، صار التمثيل القوي هو اساس بالمسلسلات. في تمثيل اكيد النجوم الاول ما صاروا نجوم صف اول اذا ما بيمثلوا حلو، بس كمان الممثلين الباقيين في كثير عندنا ممثلين بكل الدول العربية بيمثلوا كثير منيح، ليش ما بده ياخذوا فرصهم؟ أطلقت الفنانة اللبنانية ريم الشريف فيديو كليبها الجديد يلي حمل عنوان قومي وقفي يا بيروت. طبعا برنامج من بيروت كان حاضر خلال كواليس تصوير هذا العمل. يا ست العرايس شو فيكي صار، محلا بقى تخلص جروحك. وأول سؤال سألناها إياه هو تخبرنا أكثر عن هيدي الأغنية. أغنية اسمها قومي وقفي يا بيروت، من وحي المأساة اللي صارت والفاجعة اللي ضربت بيروت. الأغنية كلمات أحمد عصام، ألحان أحمد العقاد، توزيع مارك عبد النور، وإنتاج لايف ستايل ستوديوز. وهيدي الغنية حبيت صورها مع المخرج فادي حداد اللي شغله رائع طبعا مثل العادة. وبخلال حديثنا مع لريم قلنا لها يا ريم انت كثير بتتأني باختيار أغانيك، شو الميز هيدي الأغنية عن غيرها من الأعمال اللي اخترتيها؟ هيدي لأنه الأغنية لبيروت، يعني الأحساس فيها عالي جداً، منا أغنية بوب ودانس مثل أغنية مثل ما أنت معودة علي والمشاهدين، ما فيها رقص. أنا يعني فيها رقص، فيها لوحة رقصة تعبيرية عن بيروت، عن الوجع، عن الانتفاضة، عن قيام بيروت من جديد، بس أنا ما عم بعمل شو، أنا بس عم بغني بإحساس. وأنا حاسة أنه هيدا الكليب حيطلع كتير سبيسيال، لأنه كمان أول مرة أنا وفادي حداد بنتعاون مع بعض على كليب، أول مرة كولابوريشن بيني وبينه، وصراحة كتير هيك شغل حلو مع بعض. وبما أنه كان لنا فترة ما التقيناها لريم، حبينا ندردش معها بأمور أخرى غير العمل الجديد. فالليلة شو بتقول بس تسمع أشخاص بيقولوا أنه هي من القلائل يلي بيغنوا لايف على المسرح؟ إذ مثل ما منشوف تطلع الفنانة بتحمل الميكرو بتصير تغني بلاي باك والجمهور ما بينتبه، بس هي ما بتعتمد هيدي الخطوة. شوفوا شو كانت ردة فعلها. والله هيدا الشيء يعني أنا بعتز فيه وبكبر القلب، أنه الناس عن جد تقدر تشوف الموهبة وتقدرها، لأنه مثل ما بتعرفي مثل ما قلت قليل الفنانات اللي عندهم شكل مقبول وصوت، بالعادة يا أما صوت بلا شكل أو شكل بلا صوت. هيدا الشيء أنا بكبر لي قلبي، لأنه صراحة عانيت أبي بداية مشواري أنه بس يشوفوا شكل العالم كانوا يفكروا أنه ما بعرف غني، فبس غني كانوا ينصدموا. هيدا الشيء أخذ وقت، مثل ما قلت بلشت الناس تحكي وتعرف أنه لا ريم بتقدر تغني ساعتين وثلاثة على المسرح لايف من دون ما يتأثر صوتي، ونغني صح الحمد لله. حبينا نستفزها شوي لريم، فقلنا لها لأي درجة صوتها وجمالها
عم بيخلي بعض الأشخاص يحطوا عراقيل بطريقة، لأن مثل ما سمعنا أنه عم تتعرض للمنافسة. شوفوا شو قالت. هلأ ليكي ممكن يكون هيك، أنا بصراحة شخصياً يعني ماني شايفة شيء قدام عيني صار، ولكن في بعض الأمور صارت معي اللي ما كنت أفهمها، كنت أقول أف معقول الحظ هالقد عاطل، بعدين اكتشف أنه في ناس لعبت بالأخبار واشتغلت لتروح شغل من دربة. إيه في خطر، بس اللي الله معه ما بيخاف من حدا. أما يلي صدمنا أنه ريم تعتمد مبدأ معين بخلال مسيرتها الفنية، وهي أنه الفنان المضبوط حامل هيدي الراية ما لازم يتواجد بكل الإيفنتات، لازم يحرص وين يكون موجود وكيف يمشي وكيف يتصرف. صراحة أنا هيك بحس، أنا هيدا مبدأي. أول شيء تفكيري المثقف والحر ما بيسمح لي أني أتواجد بمحلات معينة، خاصة أنت بتعرفي مع احترامي لكل اللي بالوسط الفني، بس في بعض الزوايا بالوسط منا مشرفة، معلش يعني تنحكيها هيك صراحة. وأنا مني مضطرة أني أنا أكون موجودة بأي محل ما بناسب مبادئي وتفكيري. بالنهاية أنا جاي لأقدم فن ورسالة، مش بس بدنا نهيس ونرقص العالم، كمان لما احساسك يوصل للناس انت عم توصلي رساله. الفنان عنده مسؤوليه كبيره قدام الجمهور وقدام جمهوره وقدام رب العالمين، انه انت هالموهبه اللي اعطيتك اياها شو عملت فيها؟ كيف استخدمتها؟ بلس النجم ليحافظ على نجوميته ما لازم يتواجد ان كان بسهرات او بايفنتس او بكافيه او بوات ايفر، لما الناس بدها تشوفك وين ما كان، ليه بدهم يدفعوا تيكت ويحضروا لك حفلتك؟ وبما انه سمعنا ريم حكيت كثير من المثاليات، سالناها هل معقوله هيدا الامر يخليها تحس حالها غلط على الساحه الفنيه وتلجا للاعتزال؟ حدا قايل لك شيء؟ يعني أنا كنت عم فكر هيدي تكون آخر غنية إلي. وبما أنه حسينا من خلال حديثها لريم أنه هي بتحب الغنى مظبوط، ولكن إذا وصل لوقت ممكن تتخلى عنه، فأكيد من البديهي نسألها إذا ما غنت شو معقول تشتغل؟ أنا إنسانة أول شيء خريجة جامعية، عندي شهادة بالاقتصاد، ثاني شيء برسم، ثالث شيء عندي نظرة خاصة لإلي في أشياء كتير ممكن أعملها، وفي شيء معين أنا حاطة عيني عليه. وحبينا نمزح معه شوي لريم، فقلنا له هل معقولة عندك شي عريس كرمال هيك حاطة إيديك بمي باردة؟ معقول والله منك هينة كل شي معقول. وبختم حديثنا معه أكيد ريم حرصة توجه رسالة لجمهورها بإقليم كردستان، برأيكم شو قالت؟ بدي وجه رسالة لشعب أربيل بالأخص ولشعب العالم كله بالأعم، حبوا بعض وخلي الحب يكون هو المحرك الأساسي تبع حياتكم كلها، لأنه عن جد مثل ما صار ببيروت هيك بعيد الشر يعني عن قلب كل المدن والعالم، أنه ما بيعرف الواحد إمتى بلحظة بيروح، ما بيعرف امتى بتخلص هالدنيا. في كتير اشياء كان لها معنى بزمن الكورونا اكتشفنا انه ما لها معنى، في كتير اشياء تغيرت بالحياة هلا بال 2020 اذا ما وعينا على حالنا مشكلة كتير كبيرة. هيدي السنة عم تعمينا كف وتوعينا لنعرف عن جد قيمة الاصالة والوفا والحب والصدق، هاي دول اهم شيء بالدنيا. وهلا كمان رح نكفي حديثنا عن أغنية قومي وقفي لبيروت للفنانة ريم الشريف، ويلي صورتها تحت إدارة المخرج فادي حداد. برأيكم فادي كيف قيم لنا صوتها لريم من خلال حديثنا معه؟ هيدا التعاون الأول مزبوط، وصوتها حلو، حضورها حلو، وعندها إحساس، وغنية لبيروت حبيبة قلبي بيروت، وغنية لإلنا وللبنان ولا انتاج لايف ستايل ستوديوز. ميرسي على اللفته الحلوه، مغنيتها باحساس عالي جدا، ويعني عملنا شيء حلو، عامله شيء من قلبي لانه انا بحب بيروت كثير، وعملنا لها شيء من قلبي. وبخلال حديثنا معه لفادي حداد خبرنا اكثر عن تعاونه الاول مع ريم الشريف، ف
فتعوا معنا حتى نشوف شو حرص يحط بهيدا العمل الجديد. بيروت يعني أنا ابن بيروت وبيدي راح وأصحابي في ناس بعرفهم توفوا وفي ناس تحت الأنقاض، يعني قد ما نعمل أنا بحس حالي مقصر، يعني شو ما أعمل العالم شافت على التيفيات بس نزل على الأرض شاف قصص كثير خطيرة جسدتها بطريقة سريالية، ما بدي أذي المشاهد كثير، عم بعمل شيء تعبير، يعني إذا ملاحظ الديكورات واللبس ما بدي كمان يأس على قلب المشاهد، لا بدنا نرجع نطلع من اللي صار فينا، وي ويل رايز أجين، نرجع نقوم. عملت بيروت طفلة صغيرة ومجروحة بس عم ترجع تقوم وتمشي بالحياة وتستمر، بس عم أقول لك شو ما أعمل ضلني مقصر، وهيدا مثل ما مشايفي في لهم كل شيء له رمزة، يعني كل قطعة معلقة شفتها أنا بمرم خايل وبالأشرفية وبالجميزي وبالصيفة، كل قطعة بتشوفيها أنا شفتهم على الطرقات فعلقتهم هيك، هذا ما وقت الانفجار، يعني شغلة كتير، ثالث أكبر انفجار بالعالم، يعني عن جد أنا وقت يعجز الكلام، الله يرحم الشهداء اللي راحوا، وبدنا نطلع من هالخبرية ونرجع نعمر بيروت عن جديد إن شاء الله يا رب. يعني اللي صار فينا يعني بين كورونا وبين الانفجارات وبين سرقة المصارف وبين وبين وبين، نحن شعب جبار لبعدنا واقفين على اجرينا وعم بحكي معك انا. ان شاء الله يا رب الله يساعدنا يساعد اللي بقدر اقوله. فاجأ كل محبي الاعلامية اللبنانية كارلا حداد بدخولها القفص الذهبي للمرة الثانية. فقد اعلنت كارلا انه هي فعلا ارتبطت للمرة الثانية بشاب يدعى وائل السيس من خلال مراسيم عزيفة اقتصرت فقط على 30 شخص، وذلك بسبب جائحة كورونا والتعبئة العامة يلي كانت عم تفرض على مراسيم الزفاف انه ما يكون في اكتظاظ. مثل ما بنعرف انه كارلا كانت قد اعلنت انفصالها رسميا عن ممثل الكوميدي طوني ابو جودة، مع انه كانت قد انفصلت من شهر تشرين الاول، الا انه اختارت نهاية العام الدراسي حتى تعلن هذا الامر بخاصة كرمال بنتها. لاحظنا من خلال اطلالة كارلا انه كانت كتير مميزة، فأول مرة بنشوف عروس لابسة هيك فستان، وما كان إلنا غير نروح عند الستايلست أرن أردروميان. فبرأيكم أرن شو خبرنا عن إطلالتها؟ أول شي بدي أقولها مبروك أنا للإعلامية كارلا حداد على زواجها الثاني، إن شاء الله يكون هذا الزواج مكلل بالخير والسعادة الدائمة. هلا الفستان صراحة أنا كتير حبيته لأنه ما كان فستان عرس عادي مثل ما بنشوف كل الفساتين الأعراس البيض، بس هالمرة كارلا ذكرتنا إذا بدنا شوي بالتراث الإسباني القديم بسنة 1906-1907 وقت اللي كانوا يعتمدوا هيدا النوع من القماش الجيبور للفساتين الأعراس. وخلال حديثنا معه لأرن قلنا له إنه في كتير أشخاص اعتبروا إنه الفستان حلو ومميز، ولكن بنفس الوقت هو خارج إنسان يلبسه على عرس مش يكون لفستان زفاف. برأيكم أرن هو كان مع أو ضد؟ لكن اليوم وقت اللي الواحد بيرجع بعيد الزواج لمرة تانية ما بحس بيكون في عنده بعد هيدي اللهفة يرجع يلبس فستان عرس الكبير الأبيض الكليشيه. ونحن أصلاً عطول معودين على كارلا أنه هي عطول بتحب تكون سباقة للموضة، عطول بتحب تعمل شيء ما حدا عامل مثله، فحبيت أنا التويست اللي عملته بالفستان العرس اللي اعتمدته حتى لو كان الموديل شوي قديم، بس انه نعرف نحن اليوم انه كل شيء قديم عم بيدرج، فبكره بنشوف مع السنين اللي جايه كيف هيدا النوع من الفساتين الاعراس حيدرج وكل اللبنانيات حيعتمدوه. عادة العروس بس تختار فستان زفافة بتحرص انه تكون القصة مميزة ويكون عريان، اما كارلا فقد اختارت النقيط. هل ارن كان مع رأينا او ضده؟ لكن انا صراحة اول مرة بشوف في احترام بفستان العرس، لانه كلنا بنعرف اليوم العروس بس بدها تلبس فستان عرس على طول فاتحه على كتافها، على طول الكليفج مبينه، بينما انا حسيت كارلا كان عندها هيك شويه احترام للمذبح اللي كانت واقفه قدامه، وكانت لابسه فستان كثير مستر وكثير حلو، بس بذات الوقت كان سيثرو مبين كل تفاصيل جسمها. وبخصوص الكشاكش يلي شفناها بالفستان واللي كانت عم بتزيده جمال وتالق، ارن شو خبرنا عنها؟ صراحة أنا حبيت الكشاكش على الفستان، حسيت إنه هي كانت مستبدلة هالمرة جوبون بهول الكشاكش، كانت عاملة ستيل معين لها، كان مهضوم كتير كتير حلو وكتير لابق لها كان. وبختم حديثنا معه لأرن حرصنا نسأله سؤالين. السؤال الأول قد إيه بحط لكارلا على 10 على إطلالتها؟ أما السؤال الثاني
فهل بينصح المرأة عند اختيارها لفستان الزفاف تختار نفس إطلالة كارلا؟ لكن أنا اليوم كارلا صراحة بعطيها 11 على 10 لأنه ما كان في ولا غلطة بالإطلالة اللي كانت هي بالعرس تبعها. وأنا بحب شوف عطول قصص جديدة، عطول بحب الصبايا يعتمدوا قصص جديدة تا نظهر نحن شوي من التابو القديم تبعنا والكليشيه اللي نحن فيه ونشوف قصص جديدة معقول الناس تتقبلها ومعقول الناس ما تتقبلها. في عدد لا يستهان فيه من الأشخاص بيعاني من ضعف بمنطقة الأظافر. كمل هيك برنامج من بيروت حب يلتقي بدكتور الأمراض الجلدية والتجميل حسين ياسين حتى يعرف شو هي الأسباب يلي بتأدي لهالمشكلة. تعالوا معنا حتى نشوف دكتور حسين ياسين شو قال. صحة الضفير والشعر تعكس الصحة الداخلية لكل شخص، من هون أهمية أن نكون عم نهتم بضفيرنا وبشعرنا. تكسر الضفير له كتير أسباب. أول شيء على الطبيب أنه يفتش على أسباب داخلية عم تؤدي لتكسير الضفير. ممكن يكون سبب نقص فيتامينات مثل الفيتامين دي، ممكن يكون نقص حديد، ممكن يكون عندنا مشاكل داخلية مثل مشاكل بالغدة أو غيرها. الشيء اللي كمان بدنا نعرفه أوقات في مشاكل جلدية مثل الصدفية ممكن أنها تؤدي لتكسر بالضفير. فمن هون كتير مهم أنه نشخص هيدي الحالة ونعالج المشكلة الداخلي قبل ما نتوجع على علاجات خارجية للضفير. حبينا نسأله لدكتور ياسين أنه كل شخص بيعاني من هالمشكلة كيف معقول يتخلص منه؟ أول شيء كتير مهم أنه نكون عم ناكل غذاء صحي وسليم يكون ريش بالبروتيين، لأنه منعرف كتير منيح أنه الضفير والشعر هن بروتينات. يعني إذا نحن الدايت تبعنا ما كان فيه بروتين بكمية كافية أكيد هون ما حيكون عم ينمى الضفر بشكل طبيعي. تاني شي بعرف كتير صبايا بس بدوا ينطفوا ضفيرهم بيستعملوا كتير مواد بقلبها أسيتون، مثل ما منعرف أنه الأسيتون ممكن يأذي الضفر، عشان هيك أهمية أنه نكون عم نختار نيل بولش تبعنا يكون خالي من الأسيتون. ما ننسى كمان انه في فيرني بالسوق موجود بيكونوا بقلبهم مواد مثل الفيتامين اي، واثبتت دراسات انه الفيرنيات بقلبهم فيتامين اي بيساعدوا انه يقووا الضفر وانه يغذوه بنفس الوقت. اما بخصوص الادويه اللي عم بتناولها بعض الاشخاص اللي عم بيعانوا من هالمشكله، هل هي صحيه او لا؟ للاشخاص بذكر كمان بدنا نقول للاشخاص اللي بيكون عندها نقص بالفيتامينات والمعادن معينة، كمان بالماركت في عنا كتير سابلمنتس بيكونوا بيقووا الضفير والشعر بنفس الوقت، بيحتوى على فيتامين بي كومبلكس، على زنك، على ايرون، اللي هي كلها مواد اكيد بتساهم بانها تغذي الضفر والشعر وتقويهم بنفس الوقت. هل اذا كان الشخص عم بيعاني من هالمشكلة هل في طرق معينة لقص منطقة الاظافر؟ بس بدنا نقص ضفيرنا كتير مهم انه نكون عم نقصهم بطريقة straight بالنص، اوكي؟ بعدين نرجع نشتغل على الادجز، منقص الادجز ومنبردهم، كتير مهم انه نكون عم نبردهم ونحط لهم نيل بولش اللي بقلبه فيتامين اي اللي هو بنفس الوقت بيكون عم بيقوي الضفر وعم يمنعه من انه يتكسر. كتير مهم انه ما نترك اي ثغرات طالعة من الضفر لحتى لي ما نعرضه لهيدا الضفر لانه ينكسر. في ناس كمان كتير اشخاص بيتلاقي انه ضفرة بيكبر لجوا، بنسميه ingrown nail، يعني بيفوت بقلب اللحم. من هون ضروري اكيد يكون عم ينقص الضفر بطريقة معينة بشكل انه ما نتركه انه يغرز بقلب اللحم، وانه كمان ما نترك ادجز للضفر بشكل انه اذا تركتيه لهيدا الضفر عنده ادج او عنده زاويه ساعتها ممكن اكثر ريسك انه يغرز باللحم وانه يسبب لي مشاكل والتهابات بالضفر. مين منا ما بيلجأ بعض الاحيان للخضوع لحميه غذائيه؟ فمنبلش نتناول الأطعمة قليلة الدسم والخالية من الدسم، وبنفس الوقت منحس إنه بدل ما نضعف عم ننصح. فحبينا نعرف شو السبب. كرمال هيك التقينا بأخصائية التغذية ماريبال حرب. برأيكم ماريبال شو قالت سبب هيدي المشكلة؟ شوفوا معنا.
كثير من الاشخاص بيتبعوا حميات غذائيه ليكونوا عم بينخفض وزنهم، ولكن في كثير اغلاط معقوله تصير تخليهم يكونوا عم بيزيدوا هذا الوزن اللي عندهم، لانه في برودكتس معينه او انواع اطعمه معينه بتناولوها على اساس هي لايت او على اساس ما فيها وحده حراريه عاليه، ولكن اذا بنطلع بنلاقي انه هي معقول تكون عم بتلخبط الدايت وهي اللي عم تكون سبب انه عم بيزيدوا وزن. وايضا هدول الماكولات في يكون للاشخاص اللي عبالها تكون عم بتزيد وزنها، فيها تكون عم بتحطها عم بتدخلها على النظام الغذائي اليومي عندها، وهيك بتكون عم بتزيد وزن بطريقه صحيه، لانه هدول ماكولات صحيه نوعا ما، ولكن وحدات الحراريه اللي فيهم كبيره. اما بالنسبه للماكولات يلي عم بتكون السبب عدم نجاح الحمية الغذائية، فهيك قالت ماريبال حرب. شو هن هالمأكولات؟ عم نحكي عن السموزيز او البروتين شيكس اول شيء، لانه بنعرف انه في كثير خاصه من رواد النوادي الرياضيه بيتناولوها كثير. السموزي او البروتين شيكس اذا بنطلع على قد ايه فيها كالوريز بنشوف وحدات حراريه كثير عاليه، اغلبها من السكر والنشويات لانه اغلبها بيكون محضر من الحليب مع الموز فريز انواع من الفواكه. او اذا بنطلع على بروتين شيكس اوقات بنشوف انه نحن بالكبين عم ناخذ برسنتج كتير كبير من قدنا احنا بيطلع لنا بالنهار، فاذا هدول الاشياء بتنصحنا كايند اوف صحيه لانه بتحتوي على الحليب او الفواكه، ولكن ذات الوقت بتحتوي على كميات عاليه من السكر وايضا من الوحدات الحراريه. ومن بعد ما سمعنا ماريبال شو قالت لنا تفاجئنا انه في نوع ثاني من الاطعمه لازم ننتبه انه ما نحطها بنظامنا الغذائي، فبرايكم شو هي؟ بننتقل لتاني انواع من الاكل اللي نحن بنفكر بنزيدهم على اكلنا وهي بتخفف الوزن، هي المحليات الصحيه اللي عم تعطينا حلاوه مثل الاسبرتام او غير انواع من المنكهات اللي بتعطينا طعمه السكر بالاكل. الدراسات بينت انه ايفن لو هيدول الاشياء الوحدات الحراريه اللي فيها صفر ما فيها وحدات حرارية، ولكن بيصير في عنا ستيميليشن لأنه ناكل أكتر أشياء غنية بالسكر والنشويات، فإذا هي بطريقة غير مباشرة بتزيد عنا الوحدات الحرارية يلي عم نتناولها بالنهار. أيضا بنحكي عن حبوب الكورن فليكس اللي بناخدهم، كثير اوقات بناخذ الحبوب يمكن هي مزبوط قمحه كامله، مزبوط مكتوب عليها لايت، مزبوط مدعمه، هي صحيه، ولكن كثير اوقات بنفكر انه فيها نتناول كميات كثير كبيره من الحبوب او رقائق الفطور، فاذا كثير مهم ننتبه انه هذه الرقائق اغلبها فيها وحدات حراريه كبيره ولو حتى هي مدعمه بالفيتامينات والمعادن والالياف، فاذا لازم ننتبه قد الكميه يلي عم ناخذها. ننتقل للفواكه المجففة، بنعرف انه الفواكه كتير منيحة، فيها نتناول خلال نهارنا حبتين لثلاثة بركي فواكه بالنهار اكيد حسب كل شخص قده هو بحاجة، ولكن الفواكه المجففة حجمها صغير يعني بناكل كمية اكبر من الفواكه العادية، ولانه عندها المذاق الحلو بنحس انه بعد بدنا اكتر، فبنكون عم نتناول كمية كبيرة بلا ما نحس. فالفواكه المجففة بتحتوي على كمية عالية من السكر وبالتالي من الوحدات الحرارية، يعني يفضل استبدالها أكيد بالفواكه العادية، مثلا حبتين لثلاثة تمر هي التفاحة كاملة، فأكيد أفضل نكون عم ناكل تفاحة كاملة نكون عم نشبع أفضل من نتناول فواكه مجففة إذا كنا عم نتبع حمية وبدنا نخفف وزننا. وبخلال حديثنا مع ماريبال حبينا نسألها شو وضع القهوة المنكهة؟ برأيكم هل هي بتزيد أو بتنقص الوزن؟ أيضا بنحكي عن القهوة اللي منكهة، يعني نحن بنعرف الكافيين إذا عم نتناول كمية معينة مفيد للصحة ما في عنا مشكلة فيه، بيزيد من قدرة الحرق، ولكن إذا تناولنا أكتر وخاصة عم نحكي عن إذا كنا بنزيد سكر أو قهوة منكهة مثل اللي بنطلبها من برا رادية بتكون عادة بنكون الماج كبير اللي عم ناخده أو الكباية كبيرة، فإذا لازم ننتبه إنه ما تقول تكون هي لأنه فيها كتير كالوريز سبب إنه عم يفشل الدايت معنا وعم ننصح، مع إنه نحن مفكرين إنه عم ناخد شيء صحي. بنرجع بنكرر انه كثرة الاشياء والوحدات الحرارية اللي فيها هي يلي عم تأذينا. ولكن الصدمة كانت شو قالت عن السلطة؟
هلا رح ننصدم انه السلطه معقول تكون هي فيها اخطاء. عم نحكي عن السلطه اكثر شيء اذا جاهزه من برا، لانه معقول يكون فيها خطأين. اول شيء لما نحكي عن سلطه عم نحكي عن خضره وبس. لما تصير السلطه فيها باستا او ذره او انواع من البروتيين الاجبان، نحن عم نكون عم ناخذ اشياء فيها وحدات حراريه كبيره. يعني هيدا يفضل السلطه يكون عم ياخذها الشخص يلي بده يكون عم بيزيد وزنه، مش الشخص اللي اون دايت. ثاني خطا او فخ معقول نقع فيه هو انه صوص الصلصه اللي موجوده مع السلطه، اللي اغلبها اذا جاهزه بتكون غنيه بالوحدات الحراريه، معقول الكميه اللي عم ناخذها تكون كبيره. افضل نكون عم ناخذ الصلصه اللي فيها حامض، زيت زيتون، الخل مثلا، فينا نكون عم ناخذ شوي ملح مش كتير هيك افضل، او الخردل حتى افضل من انه نكون عم ناخذ صوصات جاهزه غنيه بالوحدات الحراريه. حبيت كمان ماريبال تتطرق للمشروبات الغازيه سواء كانت لايت او عاده. ايضا كثير من الاشخاص ليزيدوا وزنهم بياخذوا المشروبات الغازيه الغنيه بالسكر، وبالتالي هذا الشيء ابدا منه صحي. والاشخاص يلي بدهم يكون عم ينخفض وزنهم عم بياخذوا المشروبات الغازيه اللايت او الشوغر فري، فينا ناخذهم، ولكن بدنا ننتبه انه اذا اخذنا كميه كثير كبيره منهم ايضا بصير في عنا ستيميليشن، وبصير بدنا نشرب اكثر مشروبات او بدنا ناكل اشياء اكثر فيها سكر او نشويات، وبالتالي بنكون عم نفشل الدايت. بختام حديثنا مع ماريبال توقفت عند موضوع التوابل يلي عم نزيدها هيدي الايام على الاطباق الخاصه فينا. شوفوا شو قالت. عنا التوابل، يعني في كتير اشياء بناكلها متبله مش بس السلطات، اوقات يمكن بنعمل ستيك او صدر دجاج مشوي انه نحن عم نتبع طريقه الشوي بدل القلي، ولكن التوابل اللي عم نستعملها هي يلي بتنزع الدايت. عم نحكي مثلا باربيكيو صوص، اذا التوابل فيها كتير من الثوم، المايونيز مع الزيوت، الكاتشب، هدول المكونات لما نفشل الدايت عنا وما نكون عم ننزع كل اللي عم نعمله، افضل نكون عم نبتعد عنا، خاصه اذا كمان فيها مثلا زيوت او الزبده او كميه كبيره من الزيتون، فافضل نكون عم نستبدلهم باشياء لايت، بالخضره، بالبهارات قد ما فينا، بالخردل مثل ما سبق وقلنا، لنكون عم نخفف من الوحدات الحراريه اللي نحن مفكرينها انه هي ما بتنصحنا ابدا. هذه الفقرة مخصصة لإلك سيدتي، إذ حبينا هذه المرة نعلمك كيفية طبخ طبق رز عجاج مع الخضار، ولكن قبل ما نعلمك كيفية طبخ هذا الطبق الشهي واللذيذ، تعي معنا حتى نشوف بهذا التقرير شو الإنجازات الخاصة بالشيف سليم علاء الدين. أنا معي ماجستير بإعداد الممثل من الجامعة اللبنانية ودبلوم دراسات عليا كمان من الجامعة اللبنانية المسرح والتمثيل، وكمان درس غناء شرقي معي غناء شرقي، شهادة غناء شرقي من الكونسرفاتوار الوطني اللبناني، إضافة لكتابة الشعر، وعندي كتابين شعر محكي لبناني أصل الحكي بال 2010 و 2018 حبق، وعندي كتير أعمال مسرحية وتلفزيونية وسينمائية، اشتغلت فترة بالإعلام كمان بالصحافة مكتوبة ومسموعة ومرئية بأكثر من وسيلة إعلامية. بفترة هلأ مؤخرا أنهيت دوري بمسلسل الهيبة، وقاعدين قلت انه في مشكله، طبعا الغلا والاشياء اللي عم نعيشها بالبلد بحاجه الانسان انه ياخذ خطوات عمليه اكثر كرمال معيشته. للاسف انه صرنا بحاله يرثى لها، فجربت اقدم على بلديه، على احدى البلديات، بلديه الغبيري، كانوا طالبين عمال كناسة ونظافة، فما مش الحال ما مش الحال بهذا الموضوع. رجعت انتبهت انه انا اصلا عندي عشق وعندي هواية الطبخ، فطرحت انه فكرة
أو بالأحرى دغري بشرت بالعمل على فكرة أني أعمل طبق يومي. وأحد الأصدقاء عنده مطعم ف يعني دعاني أنه استفيد من مطبخ مطعمه واشتغل هذا الشغل. طبعا بعد ما شفت هذا التقرير انصدمت، لانه ما حدا بيتوقع انه سليم يكون حامل كل هالشهادات ويكون هالقد مثقف ويكون فنان كمان. ولكن لسوء الحظ سليم مثله مثل غيره من الشباب، سكرت بوجهن الحياة وما لقى اي مورد رزق وما حب يمد ايده لحدا. كرمال هيك قرر انه كل يوم يطبخ طبق يومي. فهلا تعي معنا لنشوف شو الخطوات اللي اعطاك اياها حتى تحصلي على طبق رز عالدجاج مع الخضار. انا لليوم هي رز عالدجاج وخضره. هي عاده كنا بنعملها نباتيه بدون دجاج، بس اليوم رح نعملها مع دجاج. هي اكله الرز بيكون فيها جوسي شوي، بنخلط بين البسمتي وبين المصري، والاساس فيها الباذنجان. الباذنجان اللي بنكون مقطعينه قطع صغيره، وطبعا بنحط البصل. هلا مثل ما شايفين نحن عم نشتغل بالبصل، بدنا بصل مثل ما شايفين، وزيت قلي طبعا، حمص، باذنجان، فطر، فلايفله، الماجي، المرقة، وبهار ابيض، بهار فلفل اسود، كاري حلو، حبق وملح. فهيدي الاكل. وطبعا عندنا خل التفاح والدبس البندوره. هلا باذنجان مجلد بس مقطع ومجلد بالفريزر، نحن عم ننزله هلا. فنحن كله هيدا مجهزينه من قبل وحاطينه بالفريزر، وهلا اليوم لما بلشنا نشتغل رح شلناهن الصبح من الفريزر. بعد شوي هيك ما فكوا، بس هلا على النار بفكوا. هلا حطينا ثوم على شكلين، محصوص ومهروس. بدنا ننقع شوية رز مصري. تقريبا بهي الطبخة عندنا 3 كيلو رز بسمتي مقابل ما يقارب 2 كيلو مصري، حتى يقدروا يستووا بنفس الوقت وما يعجن الرز المصري. عم نحط له مي، ننقعه بالمي وبنشيل النشا منه. هلا الفلايفله، حبه فلايفله بنحطها، وشويه فطر كمان، وكمان حمص حب، نخلطهم شوي قبل ما نحط البندورة، ونتركهم على نار هادي يتقلوا قبل ما نضيف الرز. وطبعا فينا نستعمل بندورة مقطعة، مش ضروري مهروسة، بس بنقلب شوي، نجيب قنينة الخل، بنرجع الخل، خل التفاح طبعا، نضيف الملح طبعا، ورشة صغيرة فلفل أسود، شوية بهار أبيض، مرقة البودرة أو الماجي البودرة، الحبق اليابس طبعا، يعني هو هيك بيعطي نكهة خاصة، رب البندورة، ونحركهم منيح. طبعا هون عم نرجع بننقع أكثر من مرة، وبنكب المي الرز مرتين أو 3 مرات حسب الحاجة، كرمال نقدر نوصل لنتيجة تآخي بين البسمتي وبين الرز المصري. حطينا دجاج بقلب مي وعم نسلقه لطويل ليغلي لنرجع نحط فيه المكونات الاخرى. هلا بنحط بالاول الرز المصري، هودي كيليان لكام مصري، بنضيف فوقهم 3 كيلو بسمتي، بنجيب المي بمقدار مضاعف عن حجم الرز. وهلا نحن بنعمل هيك حركه صغيره بخلطه صغيره حتى ما يعجن الرز، ونرجع نتركه على نار هادية لحتى نرجع له بس يخلص. ومثل ما شايفين تختلط المكونات ببعضها مع الرز. هلا الدجاج بلش يغلي، بنحط له بصلة مقطعة على 4 قطع، 3 حبات هيل، قرنفل، بنحط له عود قرفة، كمان ورق غار. وهلا بننطر
لا يستوي الدجاج. الرز والخضرة صاروا جاهزين مثل ما شايفين، بعده شوي هيك جوسي، في ميته فيه شوي، والدجاج كمان هلا خلص وبنفرطه بنحط على كل صحن بنقدمه. هلا اكلتنا صارت جاهزة، صار فيكم تتفضلوا. صحة وهنا. أعلنت وزارة التربية اللبنانية أنه فعليا العام الدراسي رح يبدأ مع نهاية هذا الشهر، وهذا الأمر لأكتم ردود الفعل، فمنهم أيد هذه الخطوة واعتبر أنه حل للتلاميذ يرجعوا على المقاعد الدراسية، بخاصة أنه ما في دراسات بتأكد إذا كانت الكورونا رح تنتهي قريبا، بحين اعتبر البعض الآخر أنه شو بأكد لهم أنه هذا الفيروس ما ينتقل لأولادهم وينعكس سلبا على صحتهم. كرمال هيك برنامج من بيروت حاب ياخد رأي عدد من المواطنين حتى يشوف إذا هن كانوا مع عودة التلاميذ للمدارس أو ضد. أنا ضد للقرار لأنه ما حنستفاد شيء وما حسجل أصلاً إذا أونلاين. ما هو كرمال أنه التلاميذ أصلاً ما حيستفادوا من هيدا الشيء، لأنه نص حيكونوا بالمدرسة والنص التاني أونلاين، أساساً كيف بدهم يلحقوا على الإنترنت والكهرباء؟ هلا هو لازم يعني إذا صارت الخبرية لازم كمامات تعقيم ويكون على طول بالمدرسة في تعقيمات وهيك، بس هو ما حتصير أصلاً. هلا أنا مع القرار أنه بيشيلوا شوي عجقة الأولاد من هالطرقات وبيخففوا ضجة عن هالعالم، لأنه عالم بلا كهرباء وشاب وقرف بهالبلد، فبيشيلوه النتف بيضبوهم. هلا ما بحس الكل رح يستفيد لأنه جمعة مدرسة وجمعة على الأونلاين، يعني مش كل الأولاد بتقدر تفتح انترنت ويكون عندها تليفونات أو آيباد لتقدر تتواصل مع الأستاذ أو المدرسة. الإجراءات لازم ياخدوها كمامة وتعقيم يعني، بس بحس بهالبلد لا بيلبسوا كمامات ولا بيعاقموا. لا أنا مش مع القرار لأنه رح ياخدونا على المدرسة، لا يعني ما رح نلحق، والمعلومات أكتر شيء ما رح نلحق، وهذا ما رح نستفاد شيء درس، ما رح يكون شيء اسمه درس. أكتر شيء بحط كمامة وبعقم إيدي كل 5 دقايق. إيه أنا مع القرار إنه نروح المدرسة كرمال اشتقت لرفقاتي مش أكتر. هلا لا ما جمعة أونلاين جمعة مدرسة ما رح نستفاد. بالمدرسة أحلى، بتركز علينا المعلمة أكتر. رأيك غلط، ضده كليا. يعني نحن هلا 400 و500 حالة وما عنا مستشفيات تستقبلهم. عنا 5 مستشفيات طلعوا عن الخدمة بالانفجار اللي صار بالبوق. 400-500 حالة ومش قادرين يتحملهم، كيف إذا فاتوا التلاميذ على المدرسة؟ مين بيضبطوا للولد؟ كيف ما يعني منه منطقي هذا القرار، منه منطقي هذا قرار اقتصادي أكثر ما هو اجتماعي، قرار منشان يعوموا شوي البلد إنه بعده عايش أكثر ما هو لمصلحة لمصلحة الناس، وقرار خاطئ. وأنا بالنسبة لي أنا عندي 4 أولاد مدرسة ما بعتهم على المدارس، كهرباء ما عندنا، خلينا نفترض إنه إيه نجح معهم الموضوع، نص حضوري ونص أونلاين، منين نجيب كهرباء؟ منين نجيب إنترنت؟ كهرباء ما عم تجي، هاي كهرباء 24 ساعة عبد الله مقطوعة، بتيجي ساعة ساعتين وبتنقطع الكهرباء. يعني انه كيف اي منطق ما فهمت. ما في ناس هلا ما عم تاكل تجيب اشتراك كهرباء لحتى الاولاد يتعلموا اونلاين. هيدي السنه ما في مدارس، هيدي السنه اذا بيحترموا حالهم شبه الدوله اشباه الدوله، اذا بيحترموا حالهم بيلغوا السنه مدارس، ما في مدارس السنه. قصه اونلاين ان المدرسه قبل وجه بوجه مع الاساتذه مش عم يفهموا التلاميذ على التليفون، رجعوا تذكروا الاولاد صاروا يلعبوا على التليفونات. يعني هلا الكبار ممكن يمشي حالهم، بس الصغار كثير صعب، يعني بده يكون في المدرسه يكون عندها هي الاحتياطات، كل المعلمات حيكونوا حاطين حدا كرمال الاولاد الصغار، بس غير هيك صعب كثير. هذا اكيد قرار غلط، يعني من اول بده يودي اولاده يخاطر بابنه كرامه يوديه على المدرسه، بعدين اكيد حيصير مثل كل سنه، حياخذوا مثل السنه الماضيه، يعني حياخذوا لقصوطه وحيفلل الاولاد على البيت. والله الاونلاين يعني جربناه السنه الماضيه، يعني الولد بيكون على اساس عم يدرس، ساعه بصير عم يلعب ببجي، ساعه بصير عم يطق حنك مع رفقاته، ما في فايده منه. يعني هلا شو بدي اقول لك، الولد شو ما عملت له، يعني مثلا مثل مره فرضوا الكمامات على الاولاد صار يقلبون بين بعضهم والكفوف، يعني ما في فايده، يعني لو شو ما عمل ما في فايده مع الاولاد. انا مع انه يفتحوا المدارس ويمشي الحال، بس انه اذا عشان الكورونا ما مشيت المدارس، مع انه كمان الاونلاين لحتى التلميذ ما يروحوا على شيء، يعني التعقيم الكمامه ما يختلطوا كثير مع حدا بالمدرسه بالاوتوكار، شو فينا نحتاط بنحتاط.
هلا هذا القرار لابد منه، يعني لانه بالنهايه قد ما تطول الازمه ما فينا التلاميذ يعني يضلهم عم يدرسوا من البيت كل السنه. بس كمان يعني في مخاوف كتير يعني بتدور حول هيدا القرار، لانه بتعرف التلاميذ هن عددهم كتير كتار، وكل تلميذ حيرجع على يعني باخر النهار حيرجع على البيت، وممكن اذا لقط شيء من زميله او زميلته ممكن يقدر يعدي اهله يعني. بس هي مخاطره لابد منها يعني، لانه هذيك السنه راح علينا العام الدراسي، فكمان ما فينا نخاطر هيدي السنه كمان يروح عليهم، لازم انه يروحوا على المدرسه ويشوفوا رفقاتهم عشان كمان ما يخسروا مهاراتهم الاجتماعية كمان، لأنه عم بيضلهم كل نهار بالبيت محصورين، يعني ما عم بيشوفوا رفقاتهم، ما عم بيشوفوا عالم، ما عم بيشوفوا أساتذتهم. فهو له حسناته وله إيجابياته طبعا. قرار جيد من عدة نواحي، لأنه أول شيء التلاميذ لازم يروحوا على المدرسة، لأنه كمان الأهل لازم يروحوا على الشغل، يعني ما فين الأولاد يضلوا بقلب البيوت، خصوصا أنه هو ملتزم يعني أنه يكون نص أونلاين ونص بالبيت، ف هيك بكون الضرر أقل، يعني نص ضرر ونص منفعة يعني. وبعتقد هذا تقريبا من الحلول المطروحة عالميا مش بس انه محليا، وهذا الشيء انه ان شاء الله يكون كمان يعني يتطبق مزبوط، يعني مش مثلا اهل يبعتوا ولادهم كل الوقت او اهل ما يبعتوا ولادهم بالمرة. وان شاء الله يعني بنص السنة الجاي يقدروا يلاقوا لقاح ونخلص من هالموضوع كله، يعني موضوع الكورونا. يعني طبيعة الحال الوقاية المعروفة، يعني هلا ببعض المدارس كانوا عم يحطوا خيم للكيجز الصغار، خيمة لكل ولد، أو مثلا بالحضانات عم بيكون في مربع لكل ولد بيقعد هو فيه مسيج. هلا بما إنه الأطفال الصغار ما إنهم معرضين للكورونا قد الكبار، هذا الشيء كمان بخفف شوي من الاسترس على الأهل يعني. وأكيد يعني غسيل الإيدين، الكمامات، التعقيم، المسافة الآمنة، التباعد الاجتماعي، هول كلهم ضروريات يعني. ومرجع أقول كمان متأمل إنه بمنتصف هيدي السنة أو آخر هيدي السنة يكون مشي حال، لأن لقاح الكورونا أو اللي قالوا علاج فعال، وتنحل هالمشكلة يا رب. وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم يلي كمان رح نتطرق فيها لعودة التلاميذ للمدارس مع نهاية هذا الشهر، ولكن من الناحية الطبية. فتعوا معنا حتى نشوف دكتور محمد حجاج شو خبرنا عن هذه الخطوة، هل هي إيجابية أو سلبية؟ مع اقتراب موعد العام الدراسي لسنة 2020-2021 في ظل هذه الجائحة، كتير أسئلة عم تنسأل من المدارس، من الأهل، من الطلاب. هل عودة التلاميذ على المدارس هي يعني خطوة إيجابية ولا خطوة سلبية؟ هذا أول شيء، هذه خطوة كتير صعبة على دولة وعلى نظام تعليمي بأي دولة ياخده، خصوصي بهذا الوقت. في كتير من الدول أخذت هذا القرار ورجعت تراجعت عنه بعد ما لقت في زيادة بعدد الإصابات بالمدارس. وكان من اللافت أنه دكتور محمد حجاج حب يقلنا أنه انتبهوا، المدارس هي محيط مشجع لانتقال العدوى. هلا لا شك انه عوده التلاميذ للمدارس، المدارس بحد ذاتها هي ك ك كمحيط بشجع على التقاط العدوى، والتلاميذ اللي هن يعتبروا الاولاد من عمر 3 سنين يعني للمدارس لعمر 17 18 سنه، اللي هن يعتبروا اهم ناقل للعدوى راح يكونوا، وهن 28% تقريبا بيكونوا ما عندهم عوارض، فهن وبيحملوا الفيروس بكميات كبيره، اللي عمرهم تحت الخمس سنين بيحملوا كميات اكبر ب100 مره من الاولاد اللي عمرهم فوق الخمس سنين، اللي هن كمان بيحملوا كميات كبيره مثلهم مثل الكبار. فما في ولا سبب بيمنع انتشار الفيروس باي مدرسه. وكفى دكتور محمد حجاج بدأ ناقوس الخطر، برايكم شو قال هيدي المره؟ ولا شك بس بلش المدارس رح يزيد الاعداد الاصابات بالمجتمع، لانه الاولاد رح يرجعوا على بيوتهم، حيعدوا اهاليهم، ورح يعدوا اهاليهم من دون اي ماسك، لانه ما في وقايه بين الاهل واولادهم، فرح تؤدي هذه لاصابات قاسيه وصعبه، وبتكون اخطر لما واحد بينصاب بلا ماسك. وخلال الحديث معه لدكتور محمد حجاج قلنا له انه من بدايه مقابلته هو عم بخبرنا من الخوف من انتشار فيروس الكورونا بالمدارس، ولكن شفنا انه في مدارس اخذت بعض الاحتياطات والاجراءات الاحترازيه، فقد قررت انه جمعه بيكونوا الاولاد بالمدرسه وجمعه بيكونوا اونلاين، يعني العدد ما راح يكون كامل،
وهذا الأمر معقول يخفف من نسبة انتقال الفيروس، فبرأيكم هو كان مع هذا الأمر أو ضده؟ أما الاستراتيجية اللي عم تتبعها بعض المدارس أنه يقسموا بين نص الصف تلاميذ بيجوا شخصياً على المدرسة والنص أونلاين، لا شك أنه المدرسة هي مكان مغلق، ورح يكون نحن موسم شتاء، رح يكون في مسكرين النوافذ كلها مسكرة، ورح يكون دورين الشوفاجات، هذه بتساعد أكثر لانتشار الفيروس. بغض النظر قد كمية التلاميذ الموجودة بالصف، هي كمية كافية تنتشر العدوى قد ما أخذنا احتياطات بمحل مسكر، لأنه الصف هو غرفة صغيرة يعتبر. فبغض النظر عن الوقاية رح ينتشر العدوى بين التلاميذ لمحال. وقت ما تبلش المدرسة جمعتين ثلاثة من لقى العدوى بلشت تنتشر بين التلاميذ ولا الأهالي. وأخيرا دكتور محمد حجاج حاب يعطي نصايح للمدارس يلي قررت تفتح أبوابها. أما إذا كان لابد من المدارس تفتح، فأهم نصيحة للمدارس تكون أنه يفتحوا النوافذ ويطفوا الأيسيات والشوفاجات ويخلوا على طول التهوئة شغالة ويخففوا قد ما فيهم عدد بالصف ويكون على طول حاطين كمامات. مثل ما قلنا بالرغم من هيدي الخطوات إذا اتخذت بتخفف بس ما بتلغي الإصابات أبدا. وختام حديثنا معه لدكتور محمد حاب يتوجه للأهل هيدي المرة، فبرأيكم شو قال لهم؟ بالنسبة للأهل يعني الأولاد رح يلقطوا بالمدرسة ورح يجوا لعندهم على البيت، بتمنى يعني أهالي بهالفترة يتجنبوا كتير العناق والتقبيل للأولاد، لأنه إذا الأولاد حاملين الفيروس رح يلقطوا منهم بطريقة مباشرة ورح يكون العدوى كتير قوية. أما أنه الإشاعات اللي عم تقول أنه تحت العشر سنين ما بيلقطوا العدوى، تحت العشر سنين بيلقطوا مثلهم مثل الكبار، حتى العمر تحت الخمس سنين بيحملوا الفيروس أكتر من 10 لـ100 مرة أكتر من الكبار. وهلأ وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى أنه فقراتنا كانت نالت إعجابكم. نستودعكم الله ولقونا الأسبوع الجاي بنفس التوقيت.